السادة الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذا المقطع. هذا المقطع قررت أني أكرسه إلى ليلة القدر، والسبب أنه أنا بطلت يعني أعمل نقد للإسلام والقرآن، ولكن في حدث أو تعليق من واحدة مسلمة استدعاني، اسمها مش عارف، هي كاتبة اسمها بالإنجليزي تيبي بير، مش عارف إذا كنت بنطق اسمها صح ولا غلط. المهم أول مرة أسمع الاسم ده فلا بأس. المهم شهر رمضان، وهنتكلم عن السيدة الفاضلة اللي هي علقت، كويس، وهحط التعليق بتاعها هو بالإنجليزي بس ممكن تترجمه في جوجل عشان نقدر نفهم إيه اللي بيحصل. شهر رمضان هو للمسلمين شهر الصوم للسنة والشيعة، وكل الطوائف الإسلامية أيا كانت، ويقال إن هو ده الشهر اللي أنزل فيه القرآن. ده ليه تحفظ عليه؟ لأنه المعروف إن محمد كان بيصلي، أو القصة كما سرد القصة، إنه كان بيصلي في غار حراء، وجاله جبريل خنقه وقال له اقرأ، قال له أنا جاهل، أو أمي أو أي حاجة ما بقراش، قال له اقرأ تاني وعصره، وفي المرة التالتة فجأة بدأ يقرأ. المهم هل ده كان في شهر رمضان؟ محدش بيقول لنا. المهم ده يعني بجانب الموضوع. ليلة القدر بيحتفل بيها المسلمين أغلبهم يوم 27 رمضان، ليلة 27 رمضان، بينما البعض يقول إنها ممكن تيجي في آخر 10 أيام من رمضان، بالرغم من إن اليوم العاشر عادة غير معروف، لأنه أحيانا لو هتقول 10 أيام الأواخر في شهر رمضان ممكن يكونوا 9 بس، فمحدش عارف طبقا للهلال، يعني مجيء الهلال، فمحدش عارف إمتى هيكون، يعني يحدد بالظبط ال10 أيام تبدأ يوم إيه، لأنك ما أنتش عارف الشهر ينتهي يوم إيه. دلوقتي طبعا بتواجد العلم وعلم الفلك وحساب دوران الشمس والقمر والأرض والقمر، العلم بيحدد إمتى الهلال هيظهر والساعة كام بالظبط، وإما إن سيكون ظاهر للعين المجردة أم لا. لكن وقت من 1400 سنة خاصة في شبه جزيرة العرب، معرفش أي علم كان متوفر لهذه الفئة من البشر. في قلة طبعا من لازم نستثنيها، هؤلاء اللي هم الأثرياء اللي كانوا بيبعتوا أبنائهم يتعلموا مثلا في روما، في اليونان، في بلاد فارس وما إلى ذلك، لكن دي فئة قليلة، يعني دي فئة اللي هي أغنى أغنياء قريش، هم اللي كانوا عندهم هذه القدرة إن يبعتوا أبنائهم يتعلموا. دي تقدر تقول زي دلوقتي لو تقول لي كام واحد مثلا في مصر أو في المغرب أو في أي دولة عربية أو إسلامية يكون عنده القدرة المادية إنه يبعت أبنائه مثلا يدرسوا في بريطانيا، مش الحكومة هو يتكفل بكل تكاليفهم من دراسة وسكن وأكل وشرب حتى أن ينتهوا من هذه الدراسة، قلة طبعا، دي هتكون مبالغ كبيرة جدا، من تكاليف الجامعات في الدول دي غالية جدا، فالعامة ما كانوش يعرفوا كتير، خلينا واقعيين.
اللي خلاني أتكلم في موضوع ليلة القدر هي تناسب مجيء ليلة القدر، لأنه النهاردة فاضل 10 أيام في تقريبا في رمضان، ممكن تكون 9 حتى العيد، حتى نهاية رمضان. فدي ال10 أيام اللي بينزل فيها الملائكة والروح فيها، فعايزين نشوف إيه الموضوع ده ونربطه برد السيدة تيبي بير. أوكي، خلي ما نشوف هنا. ها نقرأ من كتاب القرآن اللي سابه لنا محمد. أوكي، إنا أنزلناه في ليلة القدر. إيه هو اللي أنزلناه ده؟ القرآن. طيب القرآن دلوقتي بقاله 1400 سنة، الكتاب ده اللي معانا دلوقتي ليه 1400 سنة، وصلنا لإيه؟ خاصة الدول الناطقة باللغة العربية وصلت لإيه؟ وصلهم لإيه القرآن؟ شحاتين، الدول اللي فيها أموال لولا البترول لكانوا هم كمان ظلوا شحاتين، كويس، مقهورين في قاع الشعوب. إنا أنزلناه في ليلة القدر، زي ما بنقول في مصر يا فرحتي. طيب وبعدين، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ايه هي بقى ليلة القدر؟ هيجيب لنا اخبار كبيرة اهو، نسمع. ليلة القدر خير من 1000 شهر. طيب ما بقى يعني ما هو خير ايه؟ لانه بقى الحسنات اللي يصلي ويصوم ويتهجد في هذه الليلة احسن من 1000 شهر، ليلة واحدة. طب انا اقول لك ايه، هصلي هصوم اليوم ده وهصلي وهدعو عشان يبقى عندي بقى ايه كريدت كتير قوي، يعني حسنات للصبح، كويس، حسنات 1000 شهر، حسنات 1000 شهر، دي يعني السنة فيها 12 شهر، تخيل بقى 1000 شهر يبقى عندك كريدت كبير قوي. على الحسنات بتاعت ال1000 شهر دي بقى انا بقى بقيت السنة ههلس واشرب مخدرات وهضرب بتاع ده كوكايين والتاني ده الهيروين وكل المخدرات قلة ادب بقى على المفتوح، ما عندي حسنات بقى تكفي كله ده، مش كده؟ يعني ده بي بي ال 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 بس الكلمة دي هنا ليلة القدر خير من 1000 شهر، كأنها يعني بتدي رخصة للناس تعمل حاجات مش كويسة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني من غير ليلة القدر دي لو في ملائكة ما يكونش فيها أرواح، هتكون ميتة يعني بتتحرك كده زي الزومبيز. لو في جبريل وجبريل ده جه لمحمد، ما هو ما كانش بيجيله بس في ليلة القدر دي، كان بيجيله جاله على ممر 23 سنة في أيام متعددة وليالي متعددة، كان بيجيله من ما فيهوش روح مثلا جبريل ده. العجيب أنا يعني ده شيء يستدعي السخرية، يعني أنا مش عامل المقطع للسخرية، ولكن الكلام نفسه ساخر. سلام هي حتى مطلع الفجر، وإيه يعني لو مثلا تنتهي بعد الفجر ب5 دقايق أو قبل الفجر ب10 دقايق؟ إيه ده؟ إيه يعني؟ للأسف الشديد جدا إنه المسلم للأسف بيحط هالة على كلام آه
مثلا خد بتاعت سورة أبو لهب دي، تبت يدا أبي لهب بن وتب، يعني واحد بيشتم عمه، واحد بيشتم عمه وبيهزقه وبيتمنى له الهلاك. ايه دي؟ لما واحد بيصلي ويقعد يدعو على شخص بالهلاك، شخص بعينه، الراجل ده خلاص ابو لهب ده مات من 1400 سنة، انتهى امره، وما زال ما فيش واحد. يعني المسلم خد خطوة لورا كده وفكر. انا جاي للنقطة دي لانه الست اللي هي تيبي دي بتربط الكلام بكلام فاضي خالص للأسف يعني. فالمسلم للأسف معتقد في الكلام ده، وان ده كلام ربنا وقوته ومش عظمته هل خدت خطوة لورا كده وفكرت ايه ليلة القدر والكلام اللي عاملينه حواليها؟ لا. المهم هنا بقى تعليق تيبي بير اللي هي هحطه في الديسكريبشن بوكس عشان تقروه لأنفسكم. أبو هريرة، بتستشهد بأبو هريرة إنه رضي أبو هريرة رضي الله عنه، أنا بحاول أترجم اللي هي كاتباه، قال في تفسير آية القرآن سورة 3 آية 110 إنه لأنه الحلقة اللي فاتت كنت بتكلم إنه الإسلام هي في القرآن في آية في سورة 3 آية 110 إنه المسلمين هيجيبوا البشر بسلاسل في أعناقهم إلى الإسلام، وقد إيه ده يعني ده شيء بشع. فهي هنا بتبرر اللي قاله اللي هو مكتوب في القرآن ده لأنه بشع. فواحد اسمه أبو هريرة بقى بيعلله. أوكي، أبو هريرة ده كان من في آخر سنتين تبع محمد، آخر سنتين قبل محمد ما يموت أصبح من أتباع محمد، وهنتكلم عن أبو هريرة دلوقتي. عفوا. أوكي، قال إيه بقى أبو هريرة؟ أنتوا أفضل البشرية، أنتوا أفضل الناس، يعني الله أقامكم كأفضل البشر، ده المسلمين طبعا. ولذلك من حقكم أنكم تجيبوا الناس مغللة بسلاسل في أعناقها حتى يقبلوا الإسلام، وبعد كده يبقوا أحرار. أحرار فين؟ لما انت تاخد ناس كده، ده هنا مثلا في كل الدول دلوقتي لما البوليس بيقبض على واحد مجرم بيحطوا له اسمه ايه ده، هاند كافس، اللي هي الكلبشات في ايديه، بيقيدوه بايديه وبياخدوه على السجن، يعني مش من عنقه كمان، حتى ان يدخل السجن وبعدين بيفكوا له الكلبشات دي. نفس الشيء المسلمين هياخدوا الناس من أعناقهم بالسلاسل، يدخلوهم الإسلام، بعد ما يدخلوا الإسلام بقى يفكوا السلاسل. إيه الفرق؟ ده إكراه وده إكراه. كويس؟ ما حتى المجرم ما هوش عايز إن هو يمشي بالطريق ده، مش عايز إن هو يسمع لكلام الإسلام. انا لو الاسلام حلو زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت، الناس من تلقاء نفسها ما يلزمكش حتى انك انت تجيب سلاسل او بالسيف. ما هو مش ابو بكر قال الجنة تحت ظلال السيوف؟ ليه؟ لان بالاكراه لازم تدخل الاسلام او تقتل او تدفع الجزية، يعني اي على اي حال انت ذليل. تدخل الاسلام تسمع الكلام اللي بيقوله الخليفة او محمد او وتبقى في التمام.
انا عندي هنا تعليق بسيط. ما دام الست تيبي بير ده هي بتستشهد بالقرآن، اذا هي مؤمنة بالقرآن. طب يا ست تيبي بير، انت هنا نفس الشيء في كتاب القرآن بتاعك قصة مأخوذة من التوراة اللي هي ربنا قال لآدم لا تقرب تلك الشجرة، شجرة الخلد. كويس، عمل ايه آدم؟ ما سمعش الكلام ده، موجود عندك في القرآن وفي التوراة، ما هي مأخوذة من التوراة. عمل ايه آدم؟ راح للشجرة وأكل، اقترب من هذه الشجرة الممنوع منها. عمل ايه؟ الاله اللي خلق ادم تركه، اداله الحريه. لو عايز تعمل غلط انت مسؤول عن غلطك. يعني حتى ربنا ما بيتدخلش، ما بيجيبش سلاسل، الخالق نفسه ما جابش كان ممكن يجيب سلسله ويربط بيها ادم وحواء من اعناقهم وربطهم في شجره تانيه عشان ما يوصلوش للشجرة اللي هو منعهم عنها، لكن تركهم أحرار. فلو ربنا الخالق بيترك الناس أحرار، القرآن بتاعك اللي بتدعي إنه ربنا، إنه كلام ربنا اللي محمد جابه من عند ربنا عن طريق جبريل، محمد عنده السلطة او عنده سلطة اكتر من سلطة الخالق ان هو يغلل الناس بسلاسل في اعناقهم ويأتي بهم الى مكان هم غير راضيين عنه، مش عايزين يروحوه. انا مش عايز الجنة بتاعتك، واحد مش عايز جنتك سيبه. ربنا ترك اللي مش عايز يجي لربنا بمحض ارادته، تركه على راحتك، انت حر على راحتك. لما تفكر تيجي على راحتك تيجي، انما مفيش حاجه بالاكراه. ولكن الاسلام في ورطه، وللاسف معظم المسلمين لما بيقروا كلام القران والتفسير وبيسمعوا للمشايخ و و و مفيش واحد منهم للاسف بياخد خطوه لورا كده وخليني اما اتفكر في الكلام ده، لانه متبرمج من قبل ما يتولد انه ده جميل جدا وهو ده اصح شيء. اقرا بتاعت ليلة القدر دي وقول لي ايه يعني المعجزه اللي فيها. الشعر ركيك جدا، فيها ايه؟ ولا حاجه. عملت ايه؟ عمل ايه الاسلام للبشريه؟ للاسف عناء وقهر وتخلف. نشكركم ونحب نسمع منكم. عفوا انا نسيت اتكلم عن ابو هريرة اللي هو بتستشهد بيه الست تيبي بير. ابو هريرة ده كان زي ما بنسميه بيمسح جوخ، في مصر عندنا المثل ده بيمسح جوخ. ليه؟ لانه الراجل ده دخل الاسلام قبل موت محمد بسنتين اتنين فقط. قبل كده كان شحات، بالفعل شحات، بيروح يفتح ايده يشحت عشان يجيب سندوتش ولا حاجة، لا مهنة ولا شغلة ولا مشغلة زي ما بنقول. دخل الاسلام وما كانش مثلا من المقربين، عيل كده ويلا شحات ساعدوه، اللي بيديله لقمة ياكلها هنا، اللي بيعشيه، وماشي الحال. بعد ما مات محمد وجدوا عنده موهبة ان هو بيقص قصص كويس. الخليفة محتاج شيء ومش عايز الناس تهيج عليه، عارفين انه ده بيحكي حكايات كويسة. فتجد اتنين شخصين اتنين بعد موت محمد هم اكتر الناس خرجوا احاديث. ده عائشة زوجة محمد الطفلة الصغيرة اللي اتجوزها عندها 9 سنين، بنت ابو بكر اول خليفة،
وابو هريره اكتر اتنين. محدش مثلا سال نفسه طب ما عند بنته فاطمه اللي هي معاه من اول ما اتولدت لحد ما مات، ليه ما طلعتش احاديث دي؟ يعني سؤال مشروع. ليه؟ لانه عائشه كان لها هي وابوها ابو بكر مصالح سياسيه وماديه، فكانوا كل ما يحتاجوا حاجه تالف لهم، الرسول قال سمعته بيقول كذا كذا عن الموضوع الفلاني عشان يعدوها. اما ابو هريره فكان للتاثير بيحكي حكايات كويس، فكانوا يقولوا الخليفه يقول له عايزين حاجه عشان نثبت الموضوع ده، فكر لنا في حاجة قصة كده ولا حاجة، يروح يقول له ما أنا سمعت رسول الله في مش عارف موقف إيه وإيه وقال كذا وكذا وكذا حديث. وليه تماشى أبو هريرة مع الناس دي ويطلع لهم أحاديث؟ أكل عيش من شحات. أعتقد إن هو بعد كده تعين خليفة البحرين في الوقت ده آنذاك. حتى في قصة عنه إن هو كان يعني من شحات، كان مرة يعني عنده برد أو شيء، ف في مخاط أو كده مناخيره فيها مية، ف بكم الرداء مسح مناخيره، بص كده وقال الآن أبو هريرة يمسح أنفه بالكتان. يعني كان لابس ملابس أنيقة جدا ونظيفة، وأصبح له قيمة من الغزو والسبي وكده، وبيطلع أحاديث بقى، كل ما يطلع لهم أحاديث ولا اتنين بيشوفوه بكم درهم. فلابس كتان بقى من شحات إلى لابس لبس عظماء أبو هريرة اللي بنستشهد بيه. يا ناس ارحمونا شوية، نشكركم ونحب نسمع منكم.